مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كتاب قريته عن بعد. اليوم تواصلت معنا من مدينة فاس الطفلة سمية، كتقرا في سنة سادسة ابتدائي، وتقاسمت معنا حبها لكتاب قراته. وما تنساوش ديروا الكمامة تاعكم، خذوا الاحتياطات اللازمة باش تحميوا راسكم وتحميوا المحيط ديالكم. مرحبا، انا اليوم ساحدثكم عن رواية عطي للكاتب الشهير ويليام شكسبير. تحكي هذه القصة عن دزدمونة التي أحد أثرياء إغنيسيا وزوجة العطي الذي كان يقص عليها أخبار رحلاته ومغامراته الشيقة، فاستحوذ على مشاعرها واسترعى انتباهها، إلا أن حقن المحتال ياغو جعله يدخل الشك في عطي، فظن أن زوجته خانته وغدرت به. ولم يكتفي بهذا فحسب، بل أدخل صديق القائد كياسو ليكون دليلا قاطعا على عدم وفاء زوجته، رغم أنها كانت مخلصة له. لكن الأوان قد فات، لأن روحها الطاهرة خرجت عن جسدها النقي. وعندما علم بطلنا أن كل هذا كان مكيدة من تدبير الداعية ياغو، طعن نفسه حتى الموت، وعدم ياغو بسبب خبثه وجريمته البشعة.